نتناول الجزء الأول وهو التغير الطردي. من أهداف الدرس أن نتعرف على معنى التغير الطردي، أن نحدد ما إذا كان التغير طرديا أم لا، استخدام خواص التغير الطردي في حل مسائل وتمارين متنوعة، وتكوين بعض الاتجاهات الإيجابية مثل المنافسة البناءة والتعاون، وأخيرا تقدير جهود علماء الرياضيات في خدمة وتقدم البشرية. الأول عاوزين نعرف ما هو معنى التغير الطردي. لو في علاقة بين متغيرين مثلا سين وص، وكانت هناك لهذه العلاقة علاقة طردية، في هذه العلاقة لو زاد المتغير الأول ص زاد معه المتغير الثاني سين والعكس صحيح. يعني أنا لو عندي متغيرين ص وسين، لو المتغير الأول ص زاد المتغير الثاني على طول معاه هيزيد والعكس صحيح، لو المتغير الأول ناقص المتغير الثاني هينقص. وبعدين كمان لو عندي متغيرين الأول يتغير بتغير سين يبقى العلاقة دي علاقة طردية. أبسط مثال للكلام ده اللي هنتناوله مع بعض، مثلا لو عندي محيط المربع، أنا عندي محيط المربع يساوي طول الضلع في 4، وبالتالي كلما زاد طول الضلع لا يبقى المحيط عندي يساوي 4 لام، يبقى في علاقة طردية بين محيط المربع وطول ضلعه، بمعنى ان انا كلما زاد طول الضلع زاد المحيط، يبقى العلاقة الطردية. عشان نعرف اذا كان في علاقة طردية بين متغيرين، المتغير الاول هيزيد المتغير الثاني هيزيد معاه باستمرار. طيب العلاقة الطردية دي هنعبر عنها رياضيا على الصورة، سين تتغير طرديا مع صاد او صاد تتغير طرديا مع سين. يبقى انا هنا لو المتغير الاول صاد يبقى صاد تتغير طرديا مع سين، لو المتغير الثاني اللي هو هيبقى المتغير الثاني سين هتبقى سين تتغير طرديا مع صاد. طيب كمان انا هشوف اشكال مختلفه لعلاقة التغير الطردي، هتكون هنا ص هيساوي ميم س، يعني ثابت في س. يبقى انا عشان اعرف اذا كانت العلاقه دي طرديه ولا لا على طول اشوف اذا كانت ص هيساوي ميم س مني يبقى العلاقه ذاتنا علاقه طرديه. اما كيفيه القراءه عشان نقرا الرمز ده، ليها 4 طرق للقراءه، يا اما هنقرا هنا ونقول ص تتغير طرديا مع س، يبقى كده هنقول ايه ص تتغير طرديا مع س، او ص تتغير بتغير س، يعني نشيل كلمه طرديا دي خالص هنقول ص تتغير بتغير س، او ص تتناسب طرديا مع س برضو هيدينا نفس القراءة، أو نشيل كلمة طرديا ونقول ص تتناسب مع س. أي قراءة من القراءات الأربعة صحيحة تعبر عن التغير الطردي. يبقى التغير الطردي زي ما هنقول هنرجحها تاني يا شباب، التغير الطردي عندي إذا كانت علاقة في علاقة طردية بين متغيرين ص و س، ففي العلاقة دي هقول ص تتغير طرديا مع س. يبقى ص تتغير طرديا مع س، او ص تتغير بتغير س، او ص تتناسب طرديا مع س، او ص تتناسب مع س. كل ده يعبر عن علاقه التغير الطردي. طيب في شويه ملاحظات مهمه عايزين نتناولها مع بعض. الملاحظه الاولى، لو انا عندي ص تتغير طرديا مع س، في الحاله دي فان ص هيساوي ميم سين اي ثابت في سين، عدد الميم دي ممكن تكون عدد صحيح او عدد كسري او جذر او اي عدد، المهم ان انا عندي ينتمي الى ح. يبقى انا عندي العلاقه بتاعتي ص هيساوي ميم سين اي ص هيساوي عدد ثابت في سين، يعني ممكن الاقي العلاقه بتاعتي كده ص هيساوي 2 سين او ص يساوي ثلث سين، المهم العلاقه بتاعتي ص يساوي عدد في سين.
طيب وازاي هنستخدم العلاقه دي في اثبات ان هناك تغير طردي بين صاد وسين؟ عشان نثبت ان في علاقه طرديه بين صاد وسين هنثبت ان صاد هيساوي عدد ثابت في سين اللي هي ميم سين. طيب تعال نشوف الملاحظه الثانيه. الحساب الثابت في بعض التدريبات والتمارين بيقول لي والله الثابت بتاعي اجيبه ازاي؟ يعني انا عشان استخدم العلاقه بتاعتني اذا كانت هناك علاقه طرديه بين صاد وسين فان صاد تتناسب طرديا مع سين وبالتالي صاد هيساوي ميم سين ومن العلاقه دي صاد يساوي ميم سين اقدر اقسم على سين وبالتالي هتكون العلاقه بتاعتي ميم دول طبعا هيروحوا مع بعض العلاقه بتاعتي هيكون ميم هيساوي صاد على سين. تمام يبقى كده احنا جبناها من دي مره ثانيه مره اخرى انا عندي صاد هيساوي ميم سين بالتالي هقسم على سين هنا يبقى صاد هيساوي صاد على سين هيساوي ميم وبالتالي ميم هيساوي صاد على سين. طيب انا عشان ناخد العلاقه الثالثه عشان قبل ما اخد الملحوظه الثالثه ملاحظه مهمه على طول اول ما يقول صاد تتناسب طرديا مع سين على طول اقول له والله اذا صاد هيساوي ميم سين كمان ممكن اقول له الميم هيساوي صاد على سين وتعالى نشوف الخاصيه الثالثه اللي بنستخدمها في حل المسائل. لو انا عندي قيمتين صاد وسين يعني عندي صاد واحد وصاد اثنين وسين واحد وسين اثنين التغير الطردي بتكون في علاقه صاد واحد على صاد اثنين هيساوي سين واحد على سين اثنين لان انا قلت لك تغير طردي او علاقه تناسب وكمان معي ان انا ممكن اضرب الوسطين في الطرفين وبالتالي سين واحد صاد اثنين هيساوي سين اثنين صاد واحد. يبقى المهم معي هنا في الملحوظه دي كمان لو عرفت ان صاد تتغير طرديا مع سين زي ما قلنا المره اللي فاتت على طول نثبت نعرف ان صاد هيساوي ميم سين وكمان ميم هيساوي صاد على سين وهنضيف عليهم الخاصيه بتاعتنا دي ان صاد واحد على صاد اثنين هيساوي سين واحد صاد واحد على صاد اثنين هيساوي سين واحد على سين اثنين. طيب علاقه التغير الطردي تمثل بيانيا بخط مستقيم يمر بنقطه الاصل يعني انا عندي خط المستقيم بتاعي بهذا الشكل لو عدى في نقطة لو ما عداش في نقطة الأصل يبقى العلاقة ليست طردية. طيب لكن العلاقة الطردية بيعدي في نقطة الأصل بتكون على الهيئة اللي هنشوفها في الجراف اللي جاي. يعني سؤال مهم هناخده بعد استكمال الخواص هيديني بعض الرسومات ويقول لي مين في الرسومات دي تمثل علاقة تغير طردي هدور على العلاقة اللي فيها خط المستقيم بيعدي بنقطة الأصل. هنشوف آخر خاصية لو سين تتغير طرديا مع صاد بالتالي على طول صاد هتتغير طرديا مع سين لنفس العلاقه لان احنا كل ما زادت سين زادت صاد يعني ممكن العلاقه الطرديه تكون علاقه تبادليه. يعني سين تتغير طرديا مع صاد هي برضه صاد تتغير طرديا مع سين. كده تعالى نشوف التدريبات بتاعتنا. هنا بيقول لي أيا من الأشكال الآتية تمثل تغيرا طرديا بين سين وصاد. لسه من شوية إبساط نبهنا عليها قلنا والله لو عندي مجموعة من العلاقات العلاقة الأولى زي ما احنا شايفينها والعلاقة الثانية برضو تمثلها هذه الرسمة والعلاقة الثالثة بهذا الشكل العلاقة الرابعة بهذا الشكل بيقول لي والله مين في العلاقات الأربعة دول الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة تمثل تغيرا طرديا. طبعا احنا لسه واخدين الخاصية فمعروف ان التغير الطردي عندي اللي هو
الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل. وزي ما احنا شفنا وخدنا في الهندسة ان انا عندي ميل الخط المستقيم في درس ميل الخط المستقيم، انا عارف او في تكوين معادلة الخط المستقيم عارف ان ص هيساوي ميم س زائد جيم. في الحالة دي جيم هنا ما فيش جزء مقطوع من محور الصادات، بالتالي هتكون عندي ص هيساوي ميم س. افتكر معايا معادلة الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل خدناها في دروس الميل هذا العام. أنا عندي هنا ما فيش جيم، ما فيش طول جزء، ما فيش جزء مقطوع من ص محور ص، تمام. وبالتالي أنا عندي هنا محور ص ما فيهوش زيرو، يبقى أنا ما عنديش جيم، وبالتالي العلاقة بتاعتي هتكون ص هيساوي ميم س اللي هي علاقة تغير علاقة تغير طردي، وميم دي اللي هي الميل بتاع الخط المستقيم. يبقى كده أنا عشان أسألك السؤال ده الهندسة المرتبطة بالجبر على طول دي علاقة تغير طردي. العلاقة الأخرى الخط المستقيم مثلا لو شفنا العلاقة هذه العلاقة دي ص هيساوي العلاقة دي ص هيساوي صفر، تمام. فيها صادات تساوي صفر، محور صاد يساوي صفر، ثم معادلة الخط المستقيم بتكون س يساوي ثابت، س يساوي ميم، ميم في ثابت يعني أي حاجة كده، فبالتالي لا تمثل تغير طردي. وهنا العلاقة علاقة خطية، في جزء مقطوع هيبقى من محور واي من محور الصادات اللي هو بالسالب هنا، وكمان هنا هيبقى في جزء مقطوع من الواي اكسس المحور واي الموجب، يبقى كده مش هتبقى تغير طردي. الخلاصة ان انا الشكل بتاعي مجموعة الاشكال، السؤال ده سؤال من كتاب المدرسة وسؤال اتكرر كتير في الامتحانات، عندي مين من الاشكال الاتية يمثل تغيرا طرديا؟ اللي يمثل تغير طردي هو الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الاصل. تعال نشوف نفس السؤال بس اجابة السؤال هيكون العلاقة رقم واحد لأن المستقيم يمر بنقطة الأصل. تعال نشوف مثال اثنين نفس المثال ولكن هنا بيديني السؤال من غير رسومات، بمعنى بيقول لك العلاقة التي تمثل تغيرا طرديا بين س وص هي يا ترى س ص يساوي 5 ولا ص يساوي س زائد 3 ولا س على 3 يساوي 4 على ص ولا س على 5 يساوي ص على 3. أنا عشان أجاوب السؤال بتاعي كان لازم أعرف يعني إيه تغير عكسي. التغير الطردي إحنا أخدناه مع بعض إن س هيساوي ميم ص أو ص يساوي ميم س أو ميم يساوي ثابت في ص اللي هو ثابت تناسب ص على س. في الحالة دي ده تغير، ميم دي ثابت ممكن تكون أي عدد، في الحالة دي ده هيكون معاي تغير طردي. طب التغير العكسي زي ما احنا هناخده إن شاء الله الحصة القادمة، تمام، هتكون س في ص يساوي ميم. طيب أنا قصدت أجيب السؤال ده عشان أسئلة مهمة وبتتكرر كتير ونبقى مركزين في علاقة التغير الطردي، واستكمالا إن شاء الله الحلقة القادمة ناخد علاقة التغير العكسي. يبقى أنا معايا العلاقة التي تمثل العلاقة رقم واحد علاقة التغير، علاقة التغير عكسي يبقى اللي هي س ص يساوي ميم مش هتنفع معايا. العلاقة رقم ثلاثة حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، وبالتالي س ص هيساوي 12، يبقى برضو كده دي علاقة تغير عكسي. يبقى واحد وثلاثة دول علاقة تغير عكسي، يفضل معايا اثنين واربعة. أنا عندي الاثنين دي علاقة دالة خطية لا تمر بنقطة الأصل، لأن أنا عندي هنا في جزء مقطوع من محور الصادات اللي هو ثلاثة في الاتجاه البوزيتيف الموجب لمحور الصادات. يبقى أنا عندي ص هيساوي س زائد 3، هيكون عندي ده مش علاقة خطية عادية، ممكن الترسم بتاعتي العلاقة ممكن تكون بالهيئة دي، تمام. عندي النقطة 3 اللي خدناها في درس الميل،
تمام، درس الميل وتكوين معادله الخط المستقيم. يبقى بالتالي هيكون عندي هنا المعادله رقم 2 مرفوضه، تفضل معانا المعادله رقم 4 اللي هي لو ضربت انا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، بالتالي بيديني 3 س يساوي 5 ص. يبقى انا عندي هنقسم هنا، هنقسم على 5 او هنقسم على هنقسم على السين، معلش يعني انا ممكن اودي، هتبقى كده عندي ص هيساوي 3 على 5 س، اي ص هيساوي ثابت في س. طالما ص يساوي ثابت س يبقى في علاقه طرديه بين س وص، وبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون العلاقة رقم 4 تمثل تغيرا طرديا. زي ما احنا شايفين هناخد ضرب الطرفين والوسطين، هتكون 5 س يساوي 3، 5 ص يساوي 3 س، ومنها ان ص هيساوي 3 على 5 س، يبقى ص يساوي عدد ثابت في س. الجمله دي جمله مهمه نحفظها، لازم عشان نثبت ان في تناسب طردي، يبقى ص يساوي ثابت س، الثابت ده هيساوي عدد ايا ما كان. يبقى كده انا عندي العلاقه رقم 4 هي اللي بتمثل تغير طردي. تعال نروح لمثال رقم 3. إذا كانت ص تتغير طرديا بتغير س، وكانت ص يساوي 6 عندما س يساوي 2، أوجد أولا العلاقة بين ص وس، ثانيا قيمة ص عندما س يساوي 9. السؤال ده بيتكون من جزئين، الجزء الأول هنصل إلى العلاقة، ثم الجزء الثاني هنعوض في العلاقة بتاعتنا عن قيمة س بتسعة تديني قيمة الص. تعال نجاوب السؤال بالخطوات التفصيلية. أنا بقول له بما أن ص تتغير مع س، على طول أقول له أثبت له، أفرض أن ص يساوي ميم س، ثم كمان ميم هيساوي ص على س. يبقى الحركات دي مرتبطة ببعضها، مجرد ما أشوف ص تتغير طرديا مع س اقول له ص يساوي ميم س، وبالتالي ميم هيساوي ص على س، وابدا اقول له والله هو مديني هنا قيم لص وقيم لس في نفس الوقت، يعني ص تساوي 6 عندما س يساوي 3، هاخذ القيم دي هعوض فيها، يبقى اعوض عن ص يساوي 6 عندما س يساوي 3 في اخر معادله انا كاتبها عشان اجيب ميم. ما انا عندي دلوقتي انا كتبت له العلاقه بتاعتنا، ص هيساوي ميم س، يبقى هدفي اجيب ميم بكامل. وعشان ارجع للعلاقه دي واحط ميم قبل السين، وبالتالي هتتكون العلاقه معاي بسهوله. يبقى انا هنا هقول له بما ان ص تتغير طرديا مع س، على طول ص يساوي ميم س، وعلى طول ميم يساوي ص على س، وهرجع للمساله بتاعتي هعوض عن ص بسته في نفس الوقت اللي هعوض بيها عن س باثنين. اقول له بما اذا ميم هيساوي ص على س اللي هي هتكون 6 على 2 اللي هي هتبقى 3. يبقى انا ارجع للداله بتاعتي الاصليه اللي هي الميم، هشيل الميم واحط بدلها 3، وبالتالي هتبقى عندي ص هيساوي 3 س، ودي العلاقه بتاعتي اللي مطلوبه. يبقى كده انا وصلت للجزء الاول، العلاقه بين س وص، هقول له ص هيساوي 3 س. من العلاقه دي هجاوب الجزء الثاني، السؤال الثاني هو هنا السؤال الثاني طالب قيمه ص عندما س بتسعه، يبقى هشيل س وهضرب بدلها هضربها في 9، يبقى ص اقول عندما س هيساوي 9، يبقى كده العلاقه بتاعتنا هتبقى ص هيساوي 3 في 9، يبقى ص هيساوي 27. وبكده جبت العلاقه بين س وص، العلاقه هتبقى ص هيساوي 3 س. وبعدين رجعت هنا جبت الثابت بتاعي عوضت في العلاقه، طلع معايا ص هيساوي 27. تعال نشوف مثال اخر، فكره اخرى. هنا بيقول لي اذا كانت ص تتغير طرديا بتغير س، غير اللفظ، هو المره اللي فاتت كان كاتبها لي ص تتغير طرديا مع س، هنا كاتبها
بالشكل اللي شايفينه قدامنا، يبقى على طول اعرف ان ص تتغير بتغير س، وبالتالي ص نفس السؤال بتاعنا واللفه تمام اللي لفيناها. عندما ص يساوي 14 يبقى س هيساوي 2. تعال نشوف السؤال ده هنجاوبه ازاي. ممكن كمان افرض الفرض بتاعنا على طول، انا هقول له بما ان ص تتغير مع س على طول م ص هيساوي م س. ومنها م هيساوي ص على س. يبقى الفرضية دي مستمرة معي. بما أن ص تتغير مع تتغير طرديا مع س، يبقى ص هيساوي م س، يبقى م هيساوي ص على س. وأبدأ أقول له والله أنا عندي قيمتين، واحدة لص وواحدة لس، أعوض عن ص ب 14 عندما س يساوي 42. بالتالي هنا عندي ميم هنا يساوي 14 على 42، هنختصر على 14 هيساوي ثلث. انا جبت ثابت التناسب اللي هو الثلث، هرجع اعوض في العلاقه بتاعتنا اللي هي العلاقه بتاعتنا في الوسط، ان ص هيساوي ميم في س، يبقى كده هشيل ميم واحط مكانها ثلث. يبقى العلاقة هي ص يساوي ثلث الس. يبقى أنا جبت المطلوب الأول، إني جبت العلاقة بين ص وس أصبحت على صورة ثلث. طيب هنا في قيمة الس وعاوز قيمة ص المناظرة ليه، يعني س هنا تمام، ص هنا 20، عاوز قيمة س بكام في الحالة دي؟ على طول هنعوض في العلاقة بتاعتنا، هنشيل ص ونحط 20 مكانها، يبقى معي ال 20 هيساوي ثلث الس، يعني بمعنى صح ثلث عدد ب 20، أو نضرب ال 20 في الثلاثة هيديني 60. يبقى كده س هيساوي 3 في 20 هيساوي 60. يبقى قدرت اوصل في هذا التمرين للعلاقه بين ص وس، وهذه العلاقه كانت ص هيساوي ثلث س. كمان قدرت اجيب قيمه س عندما ص يساوي 20، وقيمه س اصبحت هيساوي 60. ولاحظ ان انا ال 20 هنا لو قسمتها على 60 هتديني ثلث. هنا كمان زي ما انا قسمت ال 14 على 42 هقسم قيمه ص على قيمه س هيديني ثلث. يعني كده تشك سريع للاجابه هل هي صح ولا فيها نسبة من الخطأ. أنا لو قسمت ال 20 على ال 60 هيديني الثابت بتاع التغير اللي هو ثلث اللي هو ميم يعني. طيب تعال نشوف مثال آخر. المثال ده بيقول لي إذا كانت س تربيع ناقص 6 س ص زائد 9 ص تربيع هيساوي صفر، اثبت أن ص تتغير طرديا بتغير س. المرة دي هو مش مديني ان ص تتغير طرديا بتغير س واطبق، لا المرة دي عاوز يثبت، مديني معادلة وعاوز يثبت من هذه المعادلة ان ص تتغير طرديا مع س. طيب هنشوف خطوات الحل. اولا الشكل ده او المفكوك ده بيفكرني بمفكوك المربع الكامل، بمعنى الأول س تربيع والأخير 9 ص تربيع، يعني ليها جذر، يعني دي الجذر بتاعها س، وهنا الجذر بتاعها 3 ص. يبقى أنا في البداية لازم أخد بالي هل دي محتاجة تحليل التحليل اللي عن طريق المقص بتاعي اللي بحلل بيه بالهيئة دي، ولا ممكن أحللها مربع كامل؟ مربع كامل هعمل تشيك سريع هل هو مربع كامل ولا لا، هضرب الأول في الثاني في 2، لو إداني الحد في الوسط يبقى كده مربع كامل. يعني هضرب السين، المفروض ان انا هضرب السين مضروبه في 3 ص مضروبه في 2، لو اداني الحد اللي في الوسط ايا كانت ايا كانت الاشاره، مش هتفرق معايا الاشاره دلوقتي، هضرب 3 ص في 2 ب 6 ص س، يبقى 6 س ص، يبقى فعلا اداني الحد اللي في الوسط، يبقى المربع ده المفكوك ده مفكوك المربع كامل، وبالتالي
التحليل بتاعه بيكون ان انا اخد الجذر الاول والجذر الثاني واحط عليهم تربيع، والاشاره في الوسط اشاره الحد الاوسط هتنزل معايا هنا. طيب هل في طريقه اخرى اللي انا ما خدتش بالي ان ده فوق مربع كامل فيه؟ هبدا احلل تحليل عادي. ازاي التحليل العادي؟ انا احط هنا دي س تربيع، احط هنا س وهنا س. طيب التسعه دي ممكن تبقى 9 في 1 او 3 في 3، تعال نجرب اللي هي 3 طبعا ص، 3 ص و3 ص، بالتالي ما اجي اضرب هنا. طيب الاشارات، الاشارات حسب اشاره الحد الاخير، اشاره الحد الاخير موجبه يبقى الاشارتين متشابهين، اما الاثنين بالموجب او الاثنين بالسالب. انا عندي هنا موجب، عذرا، سالب الحد الاوسط اشارته سالبه يبقى الاثنين بالسالب، يعني انا هعمل هنا سالب وهنا سالب. لما اجي اضرب طرف المقص ده، انا عندي طرفين للمقص عندي. لما اجي اضرب طرف المقص ده 3 3 ص في س، يعني 3 س ص. طيب هنا بسالب 3 س ص، يبقى الوسطين 3 س ص. طيب كمان هضرب الطرف الثاني، يعني 3 ص في س برضه بسالب 3 س ص. لما اجي اجمعهم القاهم سالب 6 س ص، اي ان الحل بتاعي هنا مظبوط. يبقى انا هاخد المفكوك بتاعه، وهتبقى هنا هاخد معاي القوس العلوي. وهاخد القوس السفلي. تمام، يبقى س ناقص ص وس ناقص 3 ص مضروبه في س ناقص 3 ص 1. يقول يا مستر ما هو القوسين دول متشابهين، ما خلاص كده ممكن اخد س ناقص 3 ص الكل تربيع. وصلنا برضو لنفس الاجابه، يبقى انا من الاول لو هاخد بالي هوفر على نفسي كل اللي انا عملته ده. يبقى اركز معي في الاجابه واشوف ان انا معي الشكل ده مفكوك لمربع كامل. هنتعلم ازاي نجيبه سريعا. والمثال ده مثال من الامثله المتكرره في امتحانات المحافظات المختلفه. يبقى على طول انا هعرف ازاي المربع كامل. زي ما قلنا شباب، هنفك ده س ونفك ده، ناخد الجذر بتاعه 3 ص، وهضرب س في ص بس ص في 2 يبقى 6 س ص، يبقى هدينا نفس الاشاره، يبقى ده مفكوك المربع كامل. هنزل س ونزل 3 ص واخد الاشاره في النص. طيب انا وصلت معايا ان س ناقص 3 ص الكل تربيع هيساوي صفر، بالتالي التربيع دي كده هتمشي، لانها يعني وجودها ليس له معنى، التربيع هتمشي مع الزيرو يعني، او التربيع كان لم تكن، يبقى هيكون معايا س ناقص 3 ص هيساوي صفر. طب اعود الس او اعود الص الناحيه الثانيه، يعني هتروح سالب 3 ص تعدي الناحيه الثانيه جنب الصفر، هتبقى موجب 3 ص، وبالتالي هتبقى س هيساوي 3 ص. أنا عاوز أعكس الحكاية، أنا عاوز أثبت إن ص هي اللي بتتغير طرديا مع س، يبقى هقسم على الثلاثة اللي قدام الس، يعني قدام ص، يبقى كده هقسم على ثلاثة، يعني هتمشي مع بعض كده، يبقى تكون ص يساوي ثلث الس، العلاقة بتاعتنا بعد الاختصار. طيب ما كده ثبتت المطلوب، إزاي؟ ما أنا ثبتت ص هيساوي ثلث، والثلث ده عدد ثابت في السين، يبقى بالتالي على طول العلاقه بين صاد وسين هي علاقه تغير طردي، هتتكتب على هذه الهيئه، صاد تتغير طرديا بتغير سين. تعال نشوف مثال اخر. هنا المثال برضو بيقول لي اذا كانت 21 س ناقص ص على 7 س ناقص ع يساوي ص على ع، اثبت ان ص تتغير بتغير ع. مع ملاحظه ان ع س لا تساوي صفر، يعني انا لازم كده هينوه ان س لا تساوي صفر، لان س لو ساوت صفر ما فيش س اصلا في المساله، فبالتالي مش هيكون للسؤال تمام
معنى في الحالة دي، تمام. ولكن تعال نشوف ازاي نسبة ان ص يساوي تتغير طرديا بتغيرين. اولا هنستخدم قصيد حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. اللي هي بنعملها ونقول عليها مقص بتاعي. طب المقص بتاعي هيكون عين مضروبه في القوس 21 س ناقص ص، وبعدين ص مضروبه في المقدار 7 س ناقص عين. ابدا ادخل العين مره على 21، ومره ادخل العين على سالب ص، وبعدين اروح الناحيه الثانيه ادخل الص على 7 س، وبعدين ادخل الص على سالب عين، وتعال نشوف بعد الفك هيديني ايه. طيب بعد الفك انا عندي 21 س في عين ب 21 س هنا. طب عندي عين في سالب ص بسالب ص عين، عندي 7 س لما تضرب في ص ب7 س ص، وعندي سالب عين لما تضرب في ص هتديني سالب عين ص. هنلاحظ ان ص عين هي عين ص، بالتالي الطرفين متشابهين حتى في الاشاره هنا، يبقى هيمشوا مع بعض طالما متشابهين في الاشاره، كميتين موجودين في نفس الايه الطرفين هيمشوا مع بعض. هنا هنمشي ص عين مع عين ص، يفضل معايا في العلاقه بتاعتي الطرف الايمن هيكون فيه 21 س عين متبقي، الطرف الايسر هيكون فاضل فيه 7 س ص، وهنشوف مع بعض ان الطرفين فيهم اختصار كمان. هنقسم هنا موجود عندي 7 س و21 س، هم الاثنين يقبلوا القسمه على 7 س، هنقسم على 7 س، وبالتالي 7 س هنا على 7 س فيها الواحد. اما يعني لما يكون عندي 7 س و7 س نفس المقدار هيساوي واحد. طب لما يكون عندي 21 س و7 س، الس هتمشي مع الس، و21 على 7 فيها الثلاثه، يبقى بالتالي انا عندي هنا ايه؟ ص اللي هي هيساوي 21 هيساوي 3 عين. ما خلاص انا دي فيها 3 يبقى 3 عين، يبقى هنا فضل ص هيساوي 3 عين، او نبداها من ان ص هيساوي 3 عين. الله، دليل علاقه تغير طردي، ما انا عاوز اعرف من اول ما اشوف الشكل ص يساوي ثابت في عين، يبقى علاقه تغير طردي بين ص وعين، لان ص هيساوي ثابت في عين، يبقى هيكون معاي كمان اذا ص تتغير طرديا بتغير عين. طيب تعال نشوف مثال في جذور. المثال بيقول لي اذا كانت ص تتغير طرديا بالتغير الجذر التربيعي ال س، وكانت ص يساوي 7 عندما س يساوي 16، اوجد علاقه بين ص وس، ثم اوجد قيمه ص عندما س يساوي 64. أنا نشوف نحل المثال ده ازاي. سامع ناس بتقول لي نكتب نفس الحكايه حتى لو كان في جذور، بما ان ص تتغير طرديا مع جذر السين، اذا ص هيساوي م في جذر السين. خلاص حفظنا الحكايه دي. طب كمان هنكمل نقول ايه؟ هنقول ان كمان م هيساوي ص على جذر السين. هنقسم على جذر السين في الطرفين. طيب هاجي ارجع للمساله بتاعتي واعوض عن ص بسبعه، اما س بتكون 16. يعني في الحاله دي م هيساوي، هنشيل ص نحط مكانها 7، ونشيل س ونحط مكانها 16، جذر ال 16 تحت هنا، ما ننساش ان دي هتبقى جذر ال 16، يعني هتكون 4. يعني هتطلع جذر 16 من بره الجذر، هتبقى مين معايا؟ 7 على 4. طالما انا جبت الثابت هرجع على طول هعوض في مين؟ هعوض في العلاقه اللي هو الثابت بتاعي. في الحاله دي هتبقى 7 على 4. هاخد الثابت بتاعي اشيله مكان واحطه مكان مين؟ يبقى ص هيساوي 7 على 4 في جذر الس. ودي العلاقه بتاعتي اللي مطلوبه. طيب هو مطالب حاجه ثانيه، طالب اوجد قيمه ص عندما س يساوي 64. هاجي اقول له عندما س يساوي 64 ارجع اعوض هنا،
هشيل السين اللي هنا واحط مكانها 64، يبقى هنا ص في الحاله دي هيساوي 7 على 4 في جذر التربيعي لل 64. ال 64 تطلع من تحت الجذر ب 8، وال 8 هنختصروها مع ال 4 هيطلع فيها 2، يعني انا عندي العلاقه هتكون 7 على 4 في 64 جذر بتاعها 8. هنا 8 على الواحد، ونبدأ نقول على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها 2، 7 في 2 ب 14، على واحد هيكون ص ب 14. كده حلينا المثال السابع، وتعال نشوفوا مثال رقم 8 بيقول لي إيه. هنا المثال 8 هيكون فيه بعض يعني بعض العلاقات اللي توديني لعلاقة الأصلية، بمعنى ان انا عندي اذا كان الصاد هيساوي الف زائد س، يبقى عندي صاد وعندي الف. طبعا العلاقه دي ليست علاقه طرديه، ولكن علاقه تمثل بخط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطه موجب 5. طيب اما الف هي اللي هتتناسب مع س، يبقى انا عندي هنا علاقه عاديه، وبعدين علاقه تغير طردي، وبعدين هي من العلاقتين بيقول لك اوجد العلاقه بين صاد وسين، يعني اربط العلاقه بين المتغير الاول والمتغير الثالث اللي هو سين. اذا كانت ص يساوي 8 عندما س يساوي 1، وبعدين بيقول لي اوجد قيمه ص عندما س يساوي 2. طيب طريقه الحل بتاعتي هبدا من العلاقه علاقه التغير الطردي. على طول هقول له بما ان الف تتغير طرديا مع س، يبقى على طول ألف يساوي ثابت سين، يعني ألف يساوي ميم سين. طيب ما أنا آخذ برضه، أنا عندي ألف يساوي ميم سين، وعندي أرجع للعلاقة الأولى، ألف يساوي ص يساوي ألف زائد 5. طيب قيمة ألف أنا لسه جايبها هنا، هآخذ قيمة ألف وأعوض بيها في العلاقة الأولى، يعني بالتالي هشيل كلمة ألف وأحط مكانها ميم سين، يعني صاد هيساوي بدل ما هي صاد يساوي ألف زائد 5 هتبقى ميم سين زائد 5. يبقى العلاقة بتاعتي أنا قدرت أجيب علاقة حد الآن كده بين صاد و سين. هنيجي هعوض هنا عن ال هعوض عن سين وصاد، عن سين وصاد بقيم مختلفة، ص ب 8 وس ب 1 عشان اجيب قيمه م، يبقى عوض عن ص ب 8 عندما س يساوي 1. هشيل الصاد واحط 8، وبعدين هشيل الس واحط 1، يبقى ال 8 هيساوي م في 1 زائد 5. طيب هودي كمان ال 5 الناحيه الثانيه خلف ال 8، هتبقى ناقص 8 ناقص 5 اللي هي هتبقى ب 3. يبقى كده انا عرفت ان ميم بيساوي 3، هاخد ميم وارجع اعوض بيها بالعلاقه بين س وص، يعني هنا اعوض بميم ب 3، وبالتالي العلاقه اذا ص هيساوي 3 س زائد 5، ولكن هذه العلاقه علاقه عاديه، هو ما قاليش علاقه تغير طردي ولا تغير عكسي، انا عندي الف هي اللي بتتغير طرديا مع س، انا قدرت اوصل لطلبه العلاقه بين ص و س. كمان بيقول لي اوجد قيمه ص عندما س يساوي 2، جزء ده جزء سهل، هبدا اعوض عن س ب 2، يعني هتبقى 3 في 2، يعني انا عندي ص هنا هيساوي 3 في 2 زائد 5، يعني 3 في 2 ب 6 زائد 5، وبالتالي ص هتبقى ب 11. طيب نوصل مع بعض اخيرا الى المثال الاخير، ومثال موجود في كتاب المدرسه، بيقول لي تسير سياره بسرعه ثابته بحيث تتناسب المسافه المقطوعه طرديا مع الزمن. يعني الجمله دي بتاعتنا عشان نفهمها، المسافه المقطوعه يعني انا اخذت 10 كيلو تتناسب طرديا مع الزمن، كلما زاد الزمن زادت المسافة. فإذا قطعت السيارة مسافة 150 كيلو في 6 ساعات،
يا ترى هتقطع كام في 10 ساعات؟ طيب انا هحلها عن طريق التناسب الطردي، لان هو بيقول لي التناسب هنا تتناسب طرديا. واحد يقول لي انا هحلها بطريقه اخرى، حل بطريقه اخرى، كل الحلول تؤدي الى نفس الاجابه. ولكن طالما الدرس معاي بيتكلم في التناسب الطردي، فمن المفضل حل المسألة بطرديا زي ما احنا اخذنا قبل كده. يبقى بس هنا هنرمز المسافة بالرمز فيه وللزمن بالرمز زاد. زي ناظر. طيب تعال نشوف مع بعض لو عندي في تناسب طردي بين فيه وزا، هيبقى فيه تتناسب طرديا مع زاي. لو عندي فيه واحد ب150 وزين واحد هيساوي 6، بالتالي هنستخدم الخاصية اللي ما استخدمناهاش لحد الآن، ألا وهي طالما في تناسب طردي هيبقى بين متغيرين، يبقى فيه واحد على فيه 2 هيساوي زين واحد على زين 2. يبقى بقول له بما ان في تناسب طردي مع زين، يبقى فيه واحد على فيه 2 هيساوي زين واحد على زين 2. طيب انا عندي القيم بتاعتي، والله انا عندي فيه واحد ب150، فيه 2 مجهول، خلي بالك بس بالكلام. زين واحد ب6 وزين 2 مجهول. تعال نقسمهم على بعض. يبقى 150 على فيه 2 يساوي 6 على 10. بالتالي عن طريق المقص بتاعي تبقى فيه 2 هيساوي 10 في 150 على 6. على طول يطلع معايا المسافة المقطوعة 250 كيلو. واللي عاوز ياخد باله ان انا عندي كانت الست ساعات بتديني 150 كيلو. طيب العشر ساعات اللي هي مقاربة على 2 من الست ساعات، يعني 2 من الست ساعات حوالي 300، لان المسافة هنا بيقول لي بحيث السرعة ثابتة. تمام، يعني هتدي برضه حوالي 300 الا حاجات بسيطة، الا وهي 250 كيلو الا 50، يعني كده انا تقريبا ماشي صح. او بشيك بسرعة على الاجابة بتاعتي، يا ترى هي ماشية معي مظبوط ولا في حاجة مش مظبوطة. بكده اكون وصلت معكم الحلقة، نهاية حلقة اليوم. بس حابب افكركم باهم ما فيها. انا على طول يعني يقول لي صاد تتناسب طرديا مع سين، على طول دايركت هقول له والله انا دي هتبقى صاد هيساوي ميم سين. في الحالة دي انا هجيب العلاقة بعد ما اجيب ميم، يعني انا عندي صاد العلاقة هنا من الجزء ده هقدر اجيب العلاقة. كمان في نفس الحل في نفس الفرض على طول هقول له والله طب ميم لو حابب اجيب الثابت على طول هيساوي صاد على سين، يعني ده هيديني ثابت التناسب. يبقى انا لو عندي قيمتين سين وصاد اعوض بيهم تطلع لي ميم، وبعدين ارد هنا للمعادله اللي هي صاد هيساوي ميم سين، هشيل ميم اللي هتكون عندي جبتها بعدد واحطها هنا تديني نفس الحل. كمان ما ننساش ان بعض الاحيان بيقول لي والله بيديني قيمتين صاد وقيمه واحده سين وضايق هيطلب مني قيمتها، او العكس يديني قيمتين سين وقيمه واحده صاد. على طول الاثبات بتاعي هقول له بما ان صاد تتغير طرديا، صاد تتغير طرديا مع سين، يبقى على طول صاد واحد على صاد 2 هيساوي سين واحد على سين 2. شكرا على حسن المشاهده، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.